حاملة أقلام. اليوم سنصنع حاملة أقلام جميلة. في البداية نحتاج إلى قنينة بلاستيك فارغة ومقص. نقص القنينة في الوسط. بعد ذلك نحتاج إلى أسطوانة سيدي، غري وطلاء بخاخ. نرش القنينة بهذا الشكل ونلصقها على أسطوانة السيدي، ثم نحضر غري، فرشاة رسم، أزرار وطابات قطنية ملونة وريش متعدد الألوان. نلصق الريش على أسفل القنينة. ثم نلصق الأزرار والطابات الملونة على الشكل التالي. وها هي حاملة الأقلام المميزة.